FM. الكلمة ليك. احنا بالنسبة لنا النهضة ما زال من بيناتنا ملفات عالقة، ولا نعتبر مازلنا لا نعتبر حركة النهضة حزب سياسي مدني كما بقية الأحزاب اللي نجم نتعاطاو معها سلبا وإيجابا. احنا بالنسبة لنا نحن تمويلات حركة النهضة مازال حولها 1000 سؤال، علاقة حركة النهضة بحركة الإخوان المسلمين مازال حولها 1000 سؤال وهي موجودة، علاقة حركة النهضة بال 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 بالمرجعية القديمة متاعها ما زالت لم تتغير رغم الخطاب اللي قال واللي معناه عمل له هالة إعلامية كبيرة مش قول رانا فصلنا كذا على كذا. نحن في أرض الواقع لا نرى ذلك. علاقة حركة النهضة بالتحريضي على زعماء الجبهة الشعبية الشهداء محمد البراهمي وشكري بالعيد قائمة، ومن تلقاها في الصحافة وفي تصريحاتهم وفي صفحات التواصل الاجتماعي وكل هذا موجود وموثق. دونك هذه ملفات مازالت عالقة مش باش تعامل معاك انا، وهذا الامر لم يحسم. احنا اليوم في حاجة الى ثقة من بين بعض، كي تتحل الملفات هذه ويثبت انك انت معناها النجم نتعطاو كاطراف سياسية مدنية عند ارتباطاتها اللي موجودة في البلاد هذه وما عندهاش لا تنظيمات سرية ولا اجنحة سرية ولا هم يحزنون وقتها نتعطاو سياسة. دونك هذا في باب حركة النهضة. في الباب الاخر احنا الناس الاخرين قلنا لهم تعالوا نبلور أرضية دنيا برنامجية للحكم، وأعتقد أننا نحن كنا صحاح ما كناش غلطين، لأنه بعد أشهر قليلة هم شكلوا الحكومة هذه وبان بالمكشوف أنه كل واحد كل يغني على ليله، كل واحد يعزف وحده. تشوف أفاق تونس ووزيرها وقتها ياسين إبراهيم إلى آخره وين يحكي وش يطرح في وزارته إلى آخره، وتشوف الناس الأخرى شنو تحكي. ثم خلافات بينة وجلية وما ثماش التضامن ما بعناها ما بين حكومة تخدم على برنامج تريد أن تحققه وتريد أن ترتقي به لتونس بتونس. أنت سألتني على حاجة أخرى، قلت لي المشاركة في الحكم في علاقة بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، كانت سياقات النقاش حولها مختلفة على سياقات. أنا ما نسيتش باش نجاوبك. بلا يا سيدي، قبل المنجي رحوي احنا ساعة خلينا نرجع المنجي بالتحديد، قبل المنجي رحوي احنا ذهبنا في لقاءين لرئيس الجمهورية للتشاور حول الوضع السياسي في البلاد، واتفقنا احنا قلنا له ويعرف هو كما نعرفه احنا، قلنا له احنا وقت اللي تدينا رانا نجيوك، وقت اللي تحب تسمعنا نجيو باش تعطيو راينا، وقت اللي احنا عندنا شيء باش نبلغوا لك تو نجيو، ما عندناش قلق وما عندناش احراج. وخرجنا من دوائر انك انت هك السلطه اللي كنا نتعاملوا معها سابقا، انت افرزك الصندوق وانا اعترفت بالنتائج وسأتصرف على هذه القاعدة، لكن هذا ما يصادر ليش رأي في أني ننقدك زاد، والنجم ننقدك بصرامة شديدة، لأنه احنا من توا اللي ثم فضاء سياسي باش نتعاطوا فيه عنده قواعد عامة يجب نعمله عليه. وقت لي أي أنت السلطة ذي تخرج على القواعد العامة نخرج نحن زاد على السير العادي متاع العمل السياسي، وهذا بينه له وقت اللي طرح قانون المصالحة وريناه معادي لجزء من الدستور لفصول من الدستور، نخرجوا لكل الشارع ما فما حد قلق. اما لا هزين سلاح ولا هزين مولوتوف ولا هزين حتى شيء، احنا هزين ارواحنا باش نعبروا باش نقولوا التوانسه راهو هذا خروج على الدستور. الكلمه ليك.